اليوم ما كان فيها حتى شي مستجد، سوى ما لاحظتموه وما عاينتموه وما حضرتم من داخل هذه القاعة. الجلسة ديال اليوم ناقشنا من خلالها فقط أجلا كافيا للدفاع، على اعتبار بأنه مجموعة من الوثائق التي كانت سرية في مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة التحقيق تم إلحاقها وتم وضعها بالملف، والتمسنا أجلا للاطلاع عليها ومخابرة موكلين بشأنها ومقارنتها بما جاء في محاضر الفرقة الوطنية، لأنها تتعلق بتسجيلات واستماع لأطراف ومكالمات تم تسجيلها وتم تضمينها في محاضر الشرطة، وبالتالي نحتاج فعلا لأجل للاطلاع عليها وتحديد إطارها القانوني وشكليتها المحددة قانونا. هذا هو السبب اللي تأجلت على قبله الجلسة ديال اليوم. التمسنا في إطار الدفاع صراح المؤقت، صراح المؤقت على اعتبار بأن هاد الناس هادو كتوفر فيهم جميع الضمانات القانونية، ولأن المشرع المغربي أو السلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة بعد استقلالها وبعد استقلال السلطة القضائية كان هاجسها هو ترشيد أو تعديل أو تحيين هذه المسألة ديال الاعتقال الاحتياطي الذي هو فقط تدبير استثنائي. ملي كنقولوا اعتقال احتياطي كنقولوا بأن الناس غير متهمين، الناس مشتبه في ارتكاب واحد الأمور اللي ممكن فعلا المحكمة تقول بالبراءة ديالهم، ممكن تقول بإدانة ديالهم، ممكن تقول بإعادة تكييف المتابعة، واعتبار بأن الأمر لا يتعلق بجناية. وأنا شخصيا كدفاع وكما سبق أن رفعت من خلاله داخل هذه الجلسة وأؤكد على أن الأمر لا يتعلق نهائيا بالاتجار في البشر، هذه هي التهمة الوحيدة التي تعتبر جناية في الملف من خلال عناصرها التكوينية ومن خلال ما ناقشنا خلال مرحلة التحقيق طيلة السنة وما نناقشه مع موكلينا وما هو مضمن بمحاضر الفرقة الوطنية وما هو مضمن بتقارير أو تقرير الإحالة للسيد قاضي التحقيق أو للغرفة الاستنافية، فإن الأمر لا يتعلق حسب توجهنا كدفاع لا وجود للاتجار في البشر. والتمسنا رفع حالة الاعتقال والقول بالصراح المؤقت على اعتبار بأنهم ليسوا متهمين وليس هناك ما هو ثابت في حقهم لأجل أن يدانوا في هذه المرحلة. وكنقول دائما بأن راه هذا ما بقاش اعتقال احتياطي، اللي وصلنا 14 شهر ديال الاعتقال الناس راه كدوز في الحبس، وصعيب جدا ان الناس تكون باقا ما ناقشتش الملف ديالها لا من الناحيه الواقعيه ولا القانونيه ولا من ناحيه المتابعه، وباقي ما تاكدش فعلا بانهم ارتكبوا هذاك الفعل او ما ارتكبوش او فعلا يعتبر تجار في البشر او يعتبر بانهم راه فعلا دابا كيدوزوا في الحبس. التمسنا تطبيق مقتضيات البديله للاعتقال الاحتياطي مع توفرهم عليها وعدم خطورتهم لا على المجتمع ولا خطورتهم على انفسهم، وبالتالي وجب فعلا ان ترفع حاله الاعتقال ومتعوا بالصراحه حتى يتمكنوا من مناقشه الملف ديالهم باريحيه وبعداله اجتماعيه وانسانيه اولا وقبل كل شيء، فالمحكمه هي محكمه اجتماعيه وانسانيه قبل ان تكون تجريه، والامر فعلا اصغر من المتابعة التي سبق على حالة النيابة العامة على قضاء التحقيق. طبيعي جدا ملي كيكون واحد الشخص بين ليلة وضحاها نام في الصفاقة على تواجده بالسجن المحلي لعكاشة بواحد التهم اللي هي ثقيلة جدا. خلال مرحلة التحقيق كانوا هاد الناس كيحضروا وكانوا كيدافعوا على نفوسهم وكانوا كيناقشوا أمورهم وحدوا شناهي الوقائع وشدوا شناهي الأمور اللي كانت في البحث التمهيدي، وكانوا يتوسمون فعلا خيرا من أن الأمور سوف لن تصل إلى اعتقال احتياطي يصل إلى 14 شهر. هاد الناس هادو داخل عكاشة المفروض ان تكون واحد العنصر ديال الملائمه، كنقولوا بانه لا احد فوق القانون، ولكن ملي كتلقى الناس في مواجهه من لحد الساعه؟ مواجهه شكون؟ واش كتقولوا لنا بان الامر كله يتعلق بوشايه معلومه تلقتها الفرقه الوطنيه وتم فتح تحقيق؟ ملي كتجيبوا هاد الناس كاملين اللي انتم استقدمتوهم واستمعتوا لهم في اطار البحث التمهيدي وما بغاوش انهم يتنصبوا كمطالبين بالحق المدني وما اعتبروش نفوسهم ضحايا خلال مرحله التحقيق، اذا هاد الناس في مواجهه من؟ واش هي دعوه عموميه ام هي دعوه في مواجهه اشخاص ام هي اشخاص في مواجهه اشخاص؟ هاد الشيء ما بقينا ما عرفناش علاش فعلا لم يمتعوا بالصراحه في غياب الضحايا او من يعتبرون نفسهم ضحايا او في غياب جميع المعطيات التي تستوجب الادانه ديالهم القوا بالمتهمين. اللي كتقول بان واحد الشخص لا زال مشتبها فيه يعني باقي ما نزرش حقه واحد العقوبه، يعني باقي ما ناقشناش شاف من خلال الموضوع واش هاد الافعال فعلا ارتكبوها او ما ارتكبوهاش، واش الامور اللي قاموا بها هي تعتبر مجرمه من الناحيه القانونيه او لا تعتبر مجرمه من الناحيه القانونيه، واش الامر فعلا اللي قاموا به او اللي هي كتبان للمحكمه بانه يدخل في اطار تجاره البشر واش هو اصلا فعل كاين ولا ما كاينش، ولكن الشخص اللي كتقول بانه في الاعتقال الاحتياطي راه في الحبس 14 شهر راه ما بقيناش اعتقال احتياطي، راه ولينا بحبس نافذ. هذا راه لو كان الامر يتعلق بعقوبات جنحيه او حتى عقوبات جنايه تامر هذه المحكمه هذه في
مجموعه من الملفات بسنه حبسا نافذه فيما يتعلق بملفات الجنايات. غنقولوا واخا التجار البشر هو واحد الفعل اللي هو صعيب، ولكن باقي ما تاكدناش منه، باقي ما تاكدناش منه، باقي ما عرفناش واش هاد الافعال هذه فعلا تدخل في اطار الجرم ديال التجار في البشر. المفروض ان هاد الناس هذه تتبتع بالصراحه، لان عندها جميع الضمانات التي يخولها القانون. ممكن انها توضع كفاله في مجموع ديك المبالغ المتنازع فيها مثلا، ممكن انه تغلق الحدود يتحفظوا على جواز السفر. كاينه 18 تدبير اللي ممكن يدار عوض الاعتقال الاحتياطي. الناس فعلا خاصها تخرج، لان التزاماتها الماديه والتزاماتها امام الاغيار والتزاماتها مع الشغيله ديالها اصبحت بين قوسين، ما صحت سدات، الناس خرجات من خدمتها. يعني نتحدث عن تشريد لمجموعه من الاسر المغربيه. صعيب الحال بان هذا الملف هذا ما كانش كنشوفوا غير شخص او اثنين، كنشوف واحد 500 طبيب، وكنشوف واحد 500 ديال الشغيله. يعني راه كندوي على واحد العدد اللي هو كبير بزاف، اللي هو تاثر والوضع ديالو بين قوسين من خلال المتابعه. لا زلت اقول وانا اقول فعلا بانه ليس هناك اي تجار في البشر داخل هذا الملف، وننتظر مناقشه الموضوع الى حين مناقشه القانون. جلسه اليوم الخلاصه ديالها تحاورت بالاساس حول تنفيذ القرار المحكمه السابق القاضي بضم الوثائق للملف. بالفعل ضمت الوثائق، التمسنا اجل الاطلاع عليها. تنفيذ قرار المحكمه كذلك بتمكين المتهمين من نسخه من الملف. اليوم نحن ننتظر سهر السيد وكيل العام على تنفيذ هذا القرار من اجل ان يتوصل هؤلاء بالملف. وتنفيذ قرار المحكمه السابق كذلك باستدعاء احد الاشخاص الذي اشير في قرار قاضي التحقيق الى انه انتصب طرف مدني، ذلك تطبيقا وتفعيلا لقواعد المسطره الجنائيه التي تلزم باستدعاء كل من انتصب طرف مدني. عندنا شخص واحد ووحيد هو الذي عنده هذه الصفه، المحكمه قررت استدعاء. لا زلت لم اطلع عليها، من بعد الاطلاع عليها ان شاء الله في الجلسه المقبله سيكون لنا فيها حديث. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.